إلى وهران أو كما تلقب بباريس الثانية، لنقف أمام عدة بن ذيبة في ساحة الفرودمار، طبعا خلفنا البحر الأبيض المتوسط، ليلتقط لنا صورة تذكارية. نحن نتحدث عن عميد المصورين في مدينة سيدي الهواري الذي دخل عالم الصورة منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، لكن بدايته الفعلية كانت بمشاركته في العدد صفر لجريدة الجمهورية في ربيع سنة 1963. ومن يومها أصبح شريط صوره مزدحما بشخصيات عالمية في السياسة والفن والرياضة. ما يميز عدة بن ذهيبة هو تكسيره للقاعدة مع الأسماء اللامعة، ولكم أن تتخيلوا ماذا طلبت منه سيدة الطرب العربي وردة الجزائرية. أما الجوهرة البرازيلية بيليه فراوغ الجميع لالتقاط صورة تذكارية مع عمي عدة. الزميل عبد العزيز حشاني زاره في متحفه، وسامي كتاب رتب لنا ألبوم صوره مع شيكيفارا والجنرال جياب ومعمر القذافي وصدام حسين وأسماء أخرى في هذا الروبورتاج. لكن قبل ذلك أيها الجالسون خلف الشاشة ابتسموا، فعمي عدة بن ذهيبة سيلتقط لكم صورة تذكارية. محظوظ من يلتقط له عدة بن ذيبة صورة تذكارية، فالرجل يعتبر عميد المصورين في ولاية وهران. بداية عمي عدة كانت باقتنائه لآلة تصوير في خمسينيات القرن الماضي حملت معها ملامح مسيرة حافلة في عالم الصورة، ومذ ذاك تولد ولعه بالصورة الصحفية ليستهل مشواره بيومية الجمهورية ومشاركته في إعدادها عددها الصفر. نشكركم للزيارة تاعكم عندي هنا في الميوزي تاع لا فوتو تاع 60 طون دو فوتو، والحمد لله بديت الصورة كنت هكذا اماتور من 1958. كانت فرصة اللي شريت اباري يدير 5000، دونك من تما دخلت لي هذه تاع المحبة تاع الصحافة وتاع الاتريك. هي كي جا تما جات الاستقلال وكل شيء، أول جريدة هي جمهورية، باسكو أنا جي كومونسي 29 مي 1963. للان تسمى راني انا لو دوايا، اي استعرفوا بيا ومقريني وشوفوا هذا لو دوايا ها هو القديم هذا. انا راني عارف بلي مي جي ني با تروك ادير انايا، انا ولا انا جي نورمال. هو ريبو مدين فيدال كاسترو شي غيفارا بطل الحرب الفيتنامية الجنرال جياب، والقائمة تطول. حكايات يرويها لنا عمي عدة عن شخصيات سياسية ورياضية وأسماء فنية جعلها في صورة داخل إطار. الحمد لله أنا زعما درت حاجة لا بروفيسيون هادي تاعي بينت لي بزاف صورة. الملك فيصل يعنقك وصدمت فيه، دخلت فيه هكا عنقني ومدين عنقني هكا وقاعد يسوي هكا، فهمت؟ أيا وش تصور؟ صورنا شي غيفارا صورة وفطرت معاه في دي كاسترو ذاك صدام، زيد لو شاديرون، زيد قدافي هذاك ما تقول، وزيد هذوك لي شيف دي طات افريكان برسك كاع، كل واحد عنده حاجة اللي خاصة به. الناس هذوك كيما السادات كيما كاع لي بي افريكان كاع هذوك كسمو بورقيبة حسن. نترحم على شهداء الحرية شهداء هذه الناحية. صاحب مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، المعروف بصرامته في اتخاذ القرارات، كان مرمى لعدسة عمي عدة، ولأول مرة استطاعت رصد ضحكة هواري بومدين حاملا للسيجار الكوبي. شكرني وكاع الناس، خطره في الديفيلي تاع بروميمي، وخطره تاني في التلمسان سيجار هاكا بروميير فوا اللي بومدين صوروا يضحك وفي سيجار.
قائد معركة ديان بيان فو الجنرال جياب الذي لقن الجيش الفرنسي سنة 1954 هزيمة نكرة، استسلم في سبعينيات القرن الماضي عند زيارته للجزائر للقناص عدا بن ذيبة، فكانت هذه الصورة. جنرال جياب الفيتنام. شريط الصور لعم عدة مزدحم بشخصيات كثيرة، وأبرزها مع الجوهرة السوداء الذي كسر قاعدة النجوم مع المعجبين. فملك الكرة هو الذي طلب التقاط صورة مع عم عدة هذه المرة. كما بولي 65 لا جروندي كيب تاع البرازيل تجا هو شافني كحاكا اجا عندي قال لي وانت ما تصورش اروح عندك عندك قال لي ديروا لي صورة معاك. صاحب الضربات القاضية على مسرح الفن النبيل اقتنصه عميد المصورين في لقطة وحيدة ضمن زيارته الوحيدة أيضا للجزائر التي كانت لتوديع الرئيس الرمز هواري بومدين. كان الفوتبالر كان محمد علي، محمد علي جاء نهار جنازة بومدين المرحوم تما جا بروفيتي بالفوتوغرافي. رائد الصورة الصحفية لم يكن خلف الكواليس فقط، بل كان في مرمى تركيز عدسات الكاميرا هو أيضا، أين حظي بلقاء خاص مع أميرة الطرب وردة الجزائرية. بلادي أحبك فوق الظنون. كان الشانتر كاع لي كرون شانتر صباح وردة عرضتني تصورت معايا وقالت خدت ثلاث تصاور مع مدام شادلي وشادي الله يرحمه. 60 عاما مع الصورة جعلت عمي عدة شاهدا على التطور التكنولوجي في عالم الصورة، فمن الأبيض والأسود إلى اللون الرقمي. كانت تسمى شوية صعوبة التصويرة، ماشي كيما دورك مطورة بزاف، كانت كي تشوف تصويرة نواري فرنسا ودي سي إستوريك عندها ديجا تاريخ، كان ترو كولور لو نوار لو بلون لو غري، هي اون برانسيب صورة عندها قيمة. ينزل بنا عمي عدة إلى أعماق ذكرياته مع عدسات الكاميرا، كاميرات رافقته خلال خرجاته الميدانية داخل الوطن وخارجه، تذكره كل مرة بمحطة من محطات حياته مع عالم التصوير، متحف يعبر عن مدى عراقة مسيرته المهنية. المتحف السفير تاعي تاع ليزاباري، هادو ليزاباري كاع استعملتهم وقرديتهم هذاك، باسكو كل اباري عنده تاريخ تاعه، وكل هذا يفكرك على الحاجه اللي درتها واللي عشتها. وهنا بار اكزومبل من هنا بين هذا وهذا راه قريب 60 عام، هذا تاع 1958 الاول لاباري تاعي، ومازال هذا يخدم بصح ما كانش بيليكول، وكل واحد عنده تاريخ عنده وقته عنده هذا كل شيء. وكان في ذاك الوقت هذه كانت بنا هي هي كاع الجديده فيهم هي. ومن بعد تطور التورب تشوف شحال الاباريات كاع حادو، كل واحد عنده العام تاعه، كل واحد عنده دور يلعبه، كل واحد عنده وقته اللي كان شايع فيه. هذه كنت تبغي تصور تحت من فرق بيركسون ديرها تجيب الدور هكا بعدين وديرها تصور تصور شكل مرور دارك تشوف تجيب تشوف فيها وتدي بلا ما يفوتوا بهم ولا تتصاور. هذه مامية، مامية سي جابوني ثاني سنة ميم سيستم سي سيس، مي كل واحدة عندها كي تصاريها بكل واطا مي أبراي نيميريك، هذي من ناقل على النيميريك دور الأخرين مساكين تي ديباسي نديرو فوتو بار فوتو ندخلو فيلم يوصلوا طلق ويقولوا هذا يدبروا بور روحه. هذا سي بارمي لي بريمير سي ميم سيستم اللي جبدوها تاع بكري هذيك تاع اللوحة. مسيرته المهنية نالت لقب عميد المصورين الصحفيين،
وقد حظي بالعديد من التكريمات وكتبت عنه الكثير من الصحف والمجلات داخل الوطن وخارجه. ما يفعله الجوال بالكاميرا التقليدية اليوم هو جزء مما فعلته الكاميرا الرقمية نفسها بكاميرا الفيلم، تطور يواكبه عمي عدى حسب كل زمان. المهم بالنسبة له تبقى الصورة دائما أبلغ من ألف كلمة.